زي ما بعض الناس بتقول، في كلام كتير جدا واراء كتيره جدا عن محمد خلال هذه الايام. ناس تقول لك مثلا ان اشمعنى ساديو ماني، ما ساديو ماني لعب نهائي دوري ابطال اوروبا وراح منتخب السنغال وموجود مع منتخب السنغال، ليه محمد صلاح حتى الان لم ينضم الى المنتخب الوطني؟ ما الناس خدوا بالكم دايما بتدور على محمد صلاح، بتشوف محمد صلاح بيعمل ايه. البعض بينتقد صور محمد صلاح اللي موجوده على الانترنت، واحد بيتصور مع محمد صلاح فبينزل صورته، ده محمد صلاح هو فخر مصر وفخر العرب، فبينزل صورته على الانترنت طبيعي جدا على اي من مواقع التواصل الاجتماعي، ممثله او ممثل او نجم كوره او كذا او كذا او كذا، كل الناس بتفتخر بان هي تتصور مع محمد صلاح وبتنزل صورتها على محمد صلاح. ايه الاستفزاز في الكلام ده؟ يعني معرفش، انا من وجهه نظري شايف ان محمد صلاح يستحق ان هو ياخد اجازه. محمد صلاح، اشمعنى محمد صلاح وساديو ماني؟ حاجات مختلفه او اشياء مختلفه، ممكن يكون محمد صلاح محتاج راحة أطول، يكون ساديو ماني تكوينه الجسماني مثلا محتاج إن هو مش محتاج إن هو يقعد 10 أيام أجازة مثلا. فانتقاد كثير خلال هذه الأيام، أو هناك البعض بينتقد محمد صلاح وبينتقد إن محمد لسه لم ينضم للمنتخب حتى الآن وكلام من هذا القبيل. خلينا نقف ورا محمد وخلينا نقف ورا منتخبنا خلال هذه الفترة. طبعا كلنا محمد صلاح بالنسبة لنا سيظل قدوة وسيظل رمز من الرموز المصرية الحقيقة اللي دايما بيرفع راس المصريين في الخارج. ممكن جدا بالمناسبة ننتقد أداء محمد صلاح في الملعب، مفيش أي مشكلة، في ناس ممكن محللين ينتقدوا أداء محمد صلاح في الملعب، ولكن هل محتاج محمد صلاح أنه هو ياخد أجازة ولا مش محتاج؟ يعني ما عرفش، احنا يمكن لعبنا كرة شوية. يعني محمد أنا شايف أنه محتاج ياخد أجازة، يروح بقى الجونة يتصور مع الناس ما يتصورش مع الناس، دي حاجة تخصه. يعني معرفش الناس ليه نازلة على محمد كده. الموضوع يا جماعة بسيط جدا، خلينا نشوف محمد أو محمد صلاح أحد النجوم الكبيرة جدا اللي موجودة في العالم وفي مصر دلوقتي. خلينا كلنا نقف ورا محمد، خلينا كلنا نقف ورا ال 23 اسم اللي موجودين أو ال 22 اسم اللي متبقيين، كلهم بيمثلوا منتخبنا الوطني زي ما قلت لحضراتكم. مساندة كبيرة جدا جدا من الدولة لهذه البطولة، وأيضا يجب أن يكون هناك مساندة جماهيرية كبيرة جدا جدا لكل لاعبي المنتخب. ده رأيي أو ده الكلام اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم بالنسبة لمحمد صلاح. أنا لو أنا اتصورت مع محمد صلاح حجري على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام أنزل صوري مع محمد صلاح، شرف إن أنا أتصور مع محمد صلاح وشرف ان انا اكون موجود معاه، ليه لا يا جماعه؟ يعني انا مستغرب جدا من الناس، او مش مستغرب، لكل واحد له وجهه نظره. للناس اللي بتتكلم في او بتنتقد محمد صلاح هم حرين، ولكن كلنا كنا لعيبه كوره او في كانوا لعيبه كوره كتير جدا، ولما بيتصوروا بينزلوا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ده طبيعي جدا وحاجه بنشوفها دايما مع كل نجوم العالم وليس مع محمد صلاح فقط. عدم انضمامه للمنتخب او غيره أعتقد دي ولا تخصني ولا تخص أي حد، يتخص المدير الفني للمنتخب الوطني. المدير الفني للمنتخب الوطني، المدير الفني للمنتخب الوطني خافير أجيري لو شايف إن محمد لازم يكون موجود النهاردة هيكون موجود النهاردة، لو كان شايف إن هو يكون موجود من إمبارح كان لازم هيبقى موجود من إمبارح. عمره ما تأخر، عمره ما مثلا قال لك لا يا جماعة أنا مش هاجي النهاردة عشان أنا عندي عايز أريح مثلا، عمرنا ما سمعنا كده عن محمد صلاح. وبالتالي يجب أن تكون هناك مساندة قوية جدا 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 خلال الفترة اللي جاية. طموح ال 100 مليون يتوقف على ال 23 لاعب اللي موجودين، وبالتالي كل الدعم على الأقل عندنا، أنا مش هتكلم على حد تاني لكن أنا بتكلم على عندنا هنا، على كل الدعم لمنتخبنا الوطني، كل الدعم لل 23 اسم الموجودين. ولكن ده مش معناه إن إحنا مش هننتقد أداء إحنا هنشوفه بقى في المباريات الودية وفي إن شاء الله المباريات الرسمية، إن شاء الله ما يكونش في انتقاد لأداء، لأن إن شاء الله نتمنى أن يصل منتخبنا الوطني لنهائي هذه البطولة وإن شاء الله يفوز بهذه البطولة إن شاء الله. يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي